في الاول قبل ما ابتدي زي ما انتم عارفين في ناس كتير بتشارك وراء الكواليس عشان الحلقه دي تطلع، بس في واحد بالذات اسهاماته هي اللي مقومه البرنامج ده، عشان كده باسم اسس برنامج البرنامج احب ان انا اشكر هذا الشخص العظيم، هذا الجندي المجهول. شغل الفيديو يا خليفه. شكر وتقدير بفيض من الحب والتقدير تتوجه أسرة برنامج البرنامج بخالص الشكر والعرفان للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي بطل العبور الثالث، وذلك لإسهاماته المتميزة والفريدة من نوعها فيما يتعلق بمحتوى البرنامج ومساهمته في تقليل تكاليف الإنتاج مع كل كلمة يلقيها، مما ساعد على الاستغناء عن نصف فريق العمل. أدامكم الله ذخرا لنا وللوطن، فريق عمل برنامج البرنامج.